أسعد الله مساءكم بكل خير، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من والله أعلم. أيام قليلة إن شاء الله وهنستقبل عام ميلادي جديد، كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير. في الأيام دايما اللي بتسبق بداية العام الجديد دايما بنقرأ وبنشوف عدد من الناس اللي بيقولوا عليهم خبراء أو علماء في الفلك أو في الأبراج، بيخرجوا علينا ببعض، مش عارف هل هي نبوءات تنبؤات، هل هو علم. المهم بيقولوا إن في السنة دي هيحصل واحد اتنين جديدة، يعني هيحصل واحد اتنين تلاتة، وكمان بيعملوها بشكل فردي. يعني ممكن يقول لي عمرو انت السنة الجاية افضل شهر بالنسبة لك هو شهر كذا، واسوأ شهر شهر كذا، وهيحصل لك واحد اتنين تلاتة اربعة. وللأسف ده بنشوفه في عدد من الصحف او المجلات، وكمان بعض المحطات الحية بتستضيف هؤلاء اللي بيطلق عليه لفظ الدكتور الاستاذ ايا كان المسمى. هنقف النهاردة الحقيقة مع فضل الدكتور في هذا الامر، هل ده يعني مباح شرعا؟ هل ده فيه شيء من العلم؟ واذا كان فيه شيء غلط او يخرج بينا عن ما ارتضاه الشرع، كيف يمكن لنا ان نستفيد مما هو مباح ونترك ما هو حرام او غير مباح؟ اسمحوا لي في بداية هذا الموضوع كمان قبل طبعا ما ارحب بفضل الدكتور نطرح على حضراتكم سؤال، يا ريت تشاركونا في الإجابة عليه. ده سؤالنا على الفيسبوك، هل تحرص على معرفة الطالع في العام الجديد بالنسبة لحضرتك او بالنسبة لحضرتك؟ وهننتظر ان شاء الله اجاباتكم وهنعرضها ان شاء الله في نهاية الحلقة. في البداية دايما برحب بفضيلة الامام العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعة، اهلا بكم مولانا. اهلا وسهلا بكم. اهلا بفضيلتكم. بداية فضيلة الامام، يعني هل فكرة ان انا اقرا حاجة ممكن تقول لي العام اللي جاي هيكون ليك خير في الشهر ده او شر في الشهر ده، هل ده يتوافق مع الشرع ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لا يعلم الغيب إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي صحيح مسلم يقول من أتى عرافا فصدقه لم يقبل الله له صلاة 40 يوم. والإمام النووي بيقول يا جماعة لا أقبل، يعني ليس له ثواب لكن لازم يصلي. لازم يصلي بس مش مقبول، يعني يروح للعرافة وبعدين يقول أنا 40 يوم دول ما دام ربنا مش هيقبل. لا، ده أنت لازم تصلي وإلا تعاقب على هذه الصلاة، صلاة فرض. ولذلك المنفي هو ثوابها، يعني أنت ضيعت ثواب 40 يوم، لكن لازم تصلي. والصلاة يعني هي اللي هتخليك مقبول التوبة. القضية أن هناك خصائص خلقها الله سبحانه وتعالى، ما الذي جعل هذا التوافق إن صح التعبير، أو هذا اللي بيحدث في الأبراج وفي التنجيم وكذا إلى آخره. الله خلق الكون وجعل بينه نسب وجعل بينه خصائص للأشياء عجيبة الشكل ومركبة، ولذلك فلاحظ الإنسان ملاحظة عامة وليست ملاحظة خاصة، ملاحظة عامة أن هناك تأثيرا لسريان النجوم في السماء مع أحداث الأرض. ده يعني يكونش فيه ربط كده ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال يقول أول من خط بالقلم إدريس، يعني في علاقة حقيقية، في حاجة بتحصل في الكون اللي يدركها هيزداد إيمانا بالله، إنه زي أنشأ الكون البديع ده المركب المعقد اللي كل حاجة فيه بتحصل بيبقى قصادها حاجة. ولكن الشمس كما ورد في الآثار ردت ليوشع بن نون وردت لسليمان عليه السلام، وقيل إنها ردت لسيدنا علي أيضا. رد الشمس ده معناته إيه؟ معناته إن هي نازلة في الغروب كده ألاقيها وقفت وطلعت كده تاني. وده معناته إيه ده؟ ده معناته إن كأن الأرض وقفت. ما احنا بنقول إن حركة الشمس في السماء ناتجة من جريان الأرض حوالين نفسها، فكان الأرض وقفت فالشمس وقفت هي التانية.
ولما تتجه الارض الاتجاه المعاكس قم ترجع الشمس مرة تانية المغرب، وده من علامات يوم القيامة انها يحصل الحركة العكسية دي. وحتى بتوع الجيوديسيا وبتوع الفلك بيقولوا ده ممكن يحدث، لكن ما نعرفش امتى هيحدث. الحاصل ان هذا الرجوع خلى الحسابات مختلة من ساعة سيدنا إدريس، أول من خط بالقلم إدريس ده يقال أنه هرمس الهرامسة. مين هرمس الهرامسة؟ ده حكيم الحكماء. مين هو ده حكيم الحكماء؟ يقال في الكتب القديمة كده أخبار ملهاش سند ولا ليها بتاع، إن هو أبو الهول، الوش بتاع أبو الهول ده هو ده بتاع سيدنا إدريس. قالوا عليه إخناتون أعتقد كمان، قالوا عليه أخنوخ. ده في التوراة اسمه في التوراة إخنوخ مش إخناتون. إخناتون ده وحد الآلهة في إله واحد، بس هذا الإله الواحد نفسه كان الشمس أيضا، يعني في توحيدي كلام. لكن إخنوخ اللي احنا بنسميه إدريس، اللي هو عند الثقافة الغربية هرمس الهرامسة، اللي هو قيلة انه هو ده مثال للحكمة والعلوم الرياضية والفلكية وكذا الى اخره، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ربنا اوحاله بالمفتاح ده، بعدين المفتاح ده فقد من البشرية، فاصبح ايه؟ شوف الاسلام وهو يدعو الى العقلية العلمية، اصبح ان انا وانا بحاول هتطلع غلط، طب وبحاول تاني ممكن تطلع صح لانها وافقت القواعد من غير مقصود، واخد بالك؟ قال لا، سد الحكاية دي كلها، اقفل هذا، لانك بتتألى وتقول على الله سبحانه وتعالى غير الحقيقة، بتكذب على ربنا وانت بتقول له ده هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، انت كده بتكذب على ربنا. عارف ليه؟ لانك ما معكش المفتاح. عارف ليه ما معكش المفتاح؟ مش لان ما فيش باب، لا، لان المفتاح ضاع. الباب موجود بس لا يمكن الوصول اليه، اللي هو باب الغيب، باب العلاقه، العلاقه ما بين المسارات المختلفه، مسار القمر، مسار الشمس، مسار النجوم، دوران الارض، وما بين الاحداث التي تحدث في الارض. العلاقة دي هي موجودة لكن لا يمكن الوصول إليها شرعا. الشرع بيدعي وبيقول لي اعتقد أنك لا تستطيع الوصول إليها، وأن الذي وصل إليها هو سيدنا إدريس، وأنه بعد كده اتقفلت. فما تجيش بقى تقول لي أنك أنت بتعرف حاجة. فلما جم الجماعة اللي بيكتبوا في الأبراج واللي بيكتبوا في منازل القمر واللي بيكتبوا في الأشياء دي كلها، حاولوا ان هم يقولك طب استنى انا عايزه يعني ابذل كل ما في وسعي، فبذلوا كل ما في وسعه. فقالك والله احنا عندنا 12 تكوين سمائي، يقولك ده برج الحمل، ده برج السور، قبله برج الحوت، قبله برج الدلو، قبله برج كذا الى اخره، يعني ايه 12 واحدة. ال12 دول لما كتبوهم وكتبوا طيب كل واحد مميزاته ايه، الحوت ده رومانسي حالم مش عارف ايه، لا اي ما لقوش الحوت كله كده اكيد، فاضطروا يقولك اصل في رجال وفي نساء. طيب ماشي، في رجال وفي نساء. قال لا، مش كل الرجاله كده ولا كل الستات كده، ده في جيد وفي رديء، بقينا اربعه. اربعه في 12 ب 48 خانه، يعني انا بقيت اتعامل مع جدول، بدل ما بتعامل مع جدول 12 سطر بتعامل مع جدول شكله في 48 خانه. راح داخل عليهم قال لهم طب والسنه اللي اتولد فيها؟ ما هي تفرق، اللي هو بقى الابراج الصينيه، التنين والخنزير والحصان والقرد والديك ومش عارف ايه والكلام ده، كل 12 سنه يلف البتاع بتاعته. الحوت التنين غير الحوت القرد غير الحوت الديك غير كذا. 12 في 48 بقينا 480 وشويه، ده بقينا بكذا، واخد بالك؟
طب وبعدين؟ قال ما هو في كمان ابراج عربيه. الابراج العربيه بتشوف الزمان والمكان والاشخاص والاحوال اللي انت اتولدت فيهم، وبتقسم الشهر الى ثلاثه، يبقى 530 مثلا لحاجه، لما تضربها في ثلاثه يبقى 1500 وشوي، لما تضرب الثلاثه في اربعه، أربع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، يبقى بقينا 6000 خانة. أنت توهتني كده، ما هو بالشكل ده أنت رجعت مرة تانية تقول الله أعلم. صحيح. اللي هو البرنامج بتاعنا. صحيح يا مولانا. واخد بالك إزاي؟ صحيح. رجعت مرة تانية تقول لما، على فكرة ده ما انتهاش الأمر كده، ده جه بقى وقال لك طيب معلش، ده أنت هو أنت ابن مين؟ الوالدة اسمها ايه؟ طيب ابوك اسمه ايه؟ طيب ابنك اسمه ايه؟ طب كده، ويضرب يضرب يضرب يضرب، الستة الاف دول هيبقوا 600 الف. تفضل بقى طلع البتاع من 600 الف احتمال. تخيل انك انت لما تيجي تقول هو ايه اللي هيحصل بكرة، يبقى عندك على حاجتك انت بس 50 ألف احتمال، 50 ألف احتمال. إيه اللي هيحصل لك بكرة؟ في 50 ألف احتمال. طب هو لازم يحصل واحدة منهم أكيد. تاخد بالك إزاي؟ يعني مثلا لما تقول بكرة يا إما هتمطر يا إما ما هتمطرش، يا إما هتمطر في بعض الأماكن وما تمطرش في بعض الأماكن، يا إما المطر يكون غزير يا إما المطر ما يكونش غزير، والله أعلم. طب ماشي يا عم، متشكرين. فإذا الحدوتة دي اللي أزاها إيه؟ إنها موجودة بس المفتاح مفقود. أيوه مظبوط. إن المفتاح مفقود، فسيدنا ما أردش إن هو يدخلنا في المتاهات والأوهام، عايز العقلية بتاعتنا عقلية علمية مظبوطة، نتوصل بالمقدمات إلى النتائج. فحرم علينا هذا وقال لنا يا جماعة بلاش كده. قد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر بالمنهج اللي أنا قاعد أعلمه لكم، يعني أنت مش واخد بالك. أنا عايز أبني فيك الإنسان القوي الناصح، وأنت بقيت دلوقتي في الأساطير والخرافات. فإحنا بنقول للناس كلام واضح وجلي، وهو أن كل أنواع التنجيم اللي من النوع ده، لأن في بقى تنجيم استدلالي اللي هو الفوركاستنج، اللي هو بكرة الدنيا عشان شايف السحابة بالقمر الصناعي موجودة في المغرب وجيالي من طريقة معينة يبقى هتمطر. تمام. واخد بالك؟ ودي ما فيهاش حاجة. طيب. لأنه يعني النبي عليه السلام كان برضو يقول حاجات زي كده، يعني علمنا أنه ده وارد، أنه في مقدمات وبالتالي في السحابة السوداء المحملة هيبقى فيه الغدق على طول هينزل مطر. إلى آخر ما. نعم. طيب أذن حضرتك بعد الفاصل في فكرة الدكتور فلان اللي طالع في القناة الفلانية أو منشور له حوار في جورنال أو مجلة بيقول لا يا جماعة ده علم، ويزعل قوي من الكلام اللي حضرتك بتقوله، يقول لا ده علم وفي أكاديميات في العالم بتدرس ده، ولو ان احنا بنقرا الكلام ده وبنسمع الكلام في جوانا شك، لكن بيقول ده علم. اساسا فضلتك بعد الفاصل، حضرتك قلت ان المفتاح مش موجود معاهم، لكن بعد الفاصل كلمه للناس اللي ممكن تنخدع بهذه الاراء ان شاء الله بعد الفاصل. ابقى معنا. الشارع المصري على رفض الإمام بطالة وتصديقه، وأنه في حالة قراءتهم له تكون على سبيل الصدفة أو التسلية، مقرين بأنه لا يعلم الغيب إلا الله. والأبراج طبعا علم، والفلك طبعا علم وموجود يعني، لكن في حاجات منها بتبقى صح وفي حاجات منها بتبقى غلط، لكن هي الفكرة الحرام اللي أنا بقى اقتنع أن ده صح. أنا أجيب جرائد كل يوم ما بحبش حتى أبص عليها، يعني مؤمن ان ربنا هو اللي بينزل كل خير كل حاجه للبني ادم حلوه، مفيش حد بايده حاجه. لو تعلمون الغيب لا اخترتم الواقع. بهتم دايما برضو اعرف الصبح برجي بيقول ايه،
طبعا من باب يعني فان شويه، مش يعني ما بتشائمش او بتفائل برج بيقول ايه، بس دايما بحب اقارن بين اللي بقراه الصبح وبين اللي بيحصل فعلا يعني. ومش دايما بشوف الابراج، بس لو صدفه ان هي جت قدامي الصفحه اللي فيها البرج ممكن ابص فيه، بس انا مش مؤمن بيه. لو مسكت الجورنان كده ابص وخلاص، لكن ما بحبش اعرف، لان انا عارفه ان دي حاجه بتاعت ربنا، مش في علم حد ابدا يعني. انا شايفه ان اللي يؤمن بيها بس حرام يعني. انت ريها بس عن تحليل شخصيتك، بتقول ايه مثلا الشخصيه نفسها، لكن ان انا اؤمن بيها او اقرا كل يوم او ده، لو مثلا مكتوب في برجي ان انا لو نزلت هيحصل لي حادثه مثلا، لا اقعد في البيت او كده، لا طبعا حرام. لو انا بؤمن بيه، هو لا النهارده المفروض يعني، المفروض النهارده جاي لك هديه من حد معين او من حد انت بتحبيه، انا النهارده عم احتاج الهديه، جايه الهديه ما جاتش، فانا يومي هيتعكن، بقى براد مود. مش بؤمن بيه عشان ما يبقى، عشان هو حرام، بس في حاجات فيه بتبقى صح وحاجات بتبقى غلط يعني، كانها تسليه يعني. يعني قرايه، زي قرايه الفنجان، زي قرايه الكف، الكلام ده كله احنا عارفين ان هو حرام، فما بس يعني ايه، بن مصريين بقى. ايه حسام، سي بي سي. مصريين بقى يعني، ممكن نبص على حاجة ونتسلى. أحسن ناس المصريين. أيوة يعني، هو العقلية المصرية أنشأت الحضارة وعلمت العالم كله، وبالعلم وليس بالدجل ولا بكذا إلى آخره. الحمد لله الذي جعلنا مصريين. فالحقيقة أنه الآنسة اللي بتقول مثلا إن والله حكاية الشخصيات يعني، برج الدلو ده برج الجدي ايه، برج يقول لك برج الجدي ده بيحب العمل الشديد وكذا الى اخره، حاجات عامه كده، ده مش احداث، ملهاش دعوه بالاحداث. صحيح. وبتبقى اغلبيه، وزي ما انا قلت حضرتك ان في منه الجيد والرديء، وان في منه الرجل والمراه، يعني بقينا اربع احتمالات. لما بنقول الاربع احتمالات، هو في الحقيقه في مناطق بينيه كمان، ده حتى في الشخصيه في مناطق بينيه. انا جلست عملت دراسه على ما ينشر في الجرايد، لاحظت الآتي. نمرة واحد، خدت حوالي أربع جرايد ومجلات بتصدر في ذات اليوم، الأربعة بيقولوا عكس بعض. مظبوط. فيبقى خلاص توهان. توهان. يبقى ملوش أي لازمة. نمرة اتنين، أن الصايغ اللي بيصوغ الكلام بيصوغه بصورة غاية في الغموض والعمومية. ستواجه اليوم مشكلة، تاخد بالك. طب مين بالله عليك مننا وهو يعمل ويكد ويتعب ويصطدم مع الحياة ما تصطفوش مشكلة؟ فلما يروح ويلاقي ان المدير بتاعه زعلان منه علشان هو اخر الشغل ده بتاع امبارح، ويقول شفت هو اللي مكتوب، هو ده المشكل، ويبدا يبني عليها. صحيح. كلها اوهام واساطير، جاءنا الدين من اجل ان يخرجنا من هذه الحاله. ده ما هوش هو الحق، ما هوش هو ده الحقيقه. حرم علينا الكذب، حرم علينا الغيبه والنميمه. عارف ليه؟ لانه ممكن يكون اللي انت بتغتابه تغير تبقى كذاب، وانت بتقول ان هو بيعمل ويعمل، هو ما بيعملش وما بيعملش دلوقتي، يبقى اذا انت بتكذب. مظبوط. حذرنا جدا من الكذب، ده نوع من انواع الكذب. هنا برضو لقيت بعض الناس بيخلطوا ما بين التنجيم وبين علم الفلك. من علم الفلك ده ملوش دعوه خالص بالتنجيم. التنجيم اللي هو ضرب اخماس في اسداس، اللي هو بيضرب الودع يعني، اللي هو عايز يعمل هو بكره يحصل ايه. أما علم الفلك فده علم لجريان الأجرام السماوية ورصدها، وده علم معتبر ومحترم. طيب هنا مولانا الفلكي الدكتور، مش هقول اسمه، فلان الفلاني تنبأ بموت مشاهير، وحتى سموه حنوتي المشاهير، وتنبأ باغتيال شخصيات مهمة جدا في البلد. أو ده مهم يعني، وبقول اسمه العالم الفلكي ده مهم جدا علشان يكر عليهم بالبطلان. الشخص اللي انت بتقول عليه ده هو واللي تنبأ بفنانين وتنبأ بمش عارف ايه وكذا الى اخره، ما حصلش.
وجه وقال ده الحرب العالمية التالتة هتطلع في سنة 13. ها؟ مزبوط. عبد المطلب بيقول ايه؟ السبت فات والحد فات وبعده بكرة يوم الثلاث، ولا قامت يوم السبت ولا قامت يوم الحد، ودي بعده بكرة يوم الثلاث مش هتقوم برضه. يعني انا عايز اقول انه ده لو بس واحد من بتوع الهاشتاج وكده جمع الحاجات دي يجيب بصوته وهو بيقول فلان هيموت وعلان هيموت وبعدين تمضي السنة ولا مات ولا حاجة وبعدين يكتب كذاب هتخلص الحكاية. الفلكية برضو اللي بيقولك فلكية ومش فلكية وحاجات زي كده هم جات وقالت انه ده ما فيش انتخابات رئاسية، وكان المستشار عدلي منصور هو رئيس الجمهورية، ما فيش انتخابات رئاسية هتحصل. قالوا له هم ليه اللي هيحصل؟ قالوا لا ده حاجات عجيبة غريبة اللي هتحصل. ولقيت واحد برضو من الإخوان المسلمين بيقول لك البيت دي من المخابرات، انت واخد بالك من المخابرات مش وراها في السكة. شوف الأوهام اهو، ده وهم وده وهم وده وهم، وهنعيش في خرافات مش هنخرج منها. ده بيربي ايه عندنا؟ بيربي في النهاية عندنا العقلية غير العلمية، العقلية التي لا ترضي الله ورسوله، العقلية التي عبر عنها رسول الله بمنتهى الحزم فقد كفر بما أنزل على محمد كده تتوه مننا الأمور وما نعرفش نبني. لكن لازم احنا نرجع مرة تانية لسيدنا، ونرجع مرة تانية لديننا، نرجع مرة تانية لعقلنا، نرجع مرة تانية للعلم الصحيح القابل للنقل والقبر للتطوير. اكيد. طيب في شاب في الجميل كده اخونا في التقرير بيقول انا بشوفها من باب الفن، من باب التسليه والمتعه كده، اشوف هو بيقول ايه النهارده وامشي الصبح واقعد بقى اقارن بقى اللي هو اللي انا قريته واللي بيحصل لي في اليوم. هل ممكن الهزار والتسليه والمرح يكون في امور كهذه؟ ما هو دي برضو مرتبطه بثقافه خبيثه تسمى قتل الوقت او تضييع الوقت. نهينا عن اللغو، نهينا عن اللغو، ونهينا عن تضييع الأعمار. كلمة أنا هقتل الوقت، أنا عايز بس نتسلى نعمل طلع وقت نضيع وقت نعمل مش عارف ايه، أديني بتسلى أو أديني بضيع وقت. شوف ضيع من الضياع، أو أديني بقتل الوقت. كل هذه الأشياء مخالفة للثقافة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاحتفاظ بالزمن. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه فيما صنع فيه، عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. شوف شوف الشخص الجاد، وبالجدية تبنى الحضارة. فده لا، هذا الشاب اللي قال أنا مش معاه لأنه ده عايز يلغو. لا لا، اللغو هنا بقى يعمل إيه؟ زي ما انا قلت من شويه كده، عملت دراسه علشان اكلم الناس بيها. الدراسه بقى مفتوحه، تقعد بقى ترصد 10 ايام وترصد لك 4 حاجات علشان تخرج في النهايه تقعد ترصد هذه وتجيبها الكلام وتتتبع هو ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش وايه اللي بيحصل لانه لازم يحصل، ما هو في مشاكل لازم تحصل ولازم كذا، وايه اللي ما بيحصلش لانه ضرب بالغيب، ونوضح للناس حتى نخرجهم من هذه العقلية الأسطورية الخرافية ونرجعهم مرة تانية. الدراسة ما فيهاش حرم، لكن تضيع الأوقات أو التسلية أو الفاني أو كذا لا، ممنوعين إحنا من هذا حتى نكون جادين في حياتنا. يعني نفهم من حضرتك أن الحظ والطالع والتخمين والتنجيم كل ده حرام. طيب فيما يتعلق بفكرة بقى ان في دراسات بالأبراج، يعني مثلا أنا برج الأسد يقول لي والله أنت صفاتك 1 2 3 4 أغلبية أغلبية، لأنه ده مبني على منهج اسمه المنهج الاستقرائي، والاستقراء معناه التتبع. فأنا جبت كل المواليد في هذا فوجدت غالبيتهم أيوة صفاتهم كذا صفاتهم كذا، وصفات لما تقعد ترصها كده تلاقيها أغلبها صفات عامة ما هي صفات خاصة، وتلاقيها في التطبيق أنها أغلبية.
مظبوط مظبوط، بارك الله فيكم. وانا طيب بعد الفصل هنفتح بقى التليفون لحضراتكم، اللي ليه سؤال في الموضوع ده او غيره من الموضوعات هنرحب بيه. طبعا هنقرا تعليقاتكم على سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك، هل تحرص على معرفه طلعك في العام الجديد؟ بعد الفصل خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى. مولانا في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد. هنا ممكن يحصل يعني لبس في الامور، فيلم مساله علم النجوم حضرتك قلت ان ده شيء مباح يعني او علم، ولكن فيما يتعلق بالتحذير النبوي في هذا الحديث ماذا كان يقصد تحديدا؟ شوف في الحديث الثاني بيوضحها، بيقول: من أتى كاهنا أو عرافا. العراف هو اللي بيستعمل مثل هذه الحسابات حتى يتوصل إلى الأحداث، لكن الكاهن كان بيتصل بالجن، فبيبقى أنا عندي الكاهن اللي اتصل بالجن ده هو عايز يحذر منه، والعراف أيضا الذي يتكلم من غير علم وإنما بمحض الحزم والظن والتخمين وكذا إلى آخره بيحذر منه، بيحذر من الاثنين. فمن اقتبس علما من النجوم، طيب جاياله منين العلم؟ مصادره إيه؟ واحد من اثنين: يا كاهن يا عراف. اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني هو بيقتبس شعبة من السحر وبيألف كمان من عند نفسه، يعني بيفتري كمان فوق الافتراء. أخرجه أبو داود عن ابن عباس. فالحديث ده بيبين لي أنه الاثنين ممنوعين: الاستعانة بالجن للوصول إلى هذه التوهيمات والخيالات، وأيضا الاستعانة بضرب من التخييل الذي يضر ولا ينفع. لكن علم النجوم ده علم معتبر، علم الفلك، علم الفلك، نعم علم الفلك، صحيح نعم علم الفلك، علم معتبر تماما، والمسلمون مارسوه وعملوا، ابن حبيب عمل، والبتاني عمل، الزيج بتاعه وكذا الى اخره، ده ابن يونس يعني لا احنا ده احنا علماء كبار قوي. بارك الله فيكم. الألمان اهتموا جدا بجمع ما هنالك من هذه المخطوطات التي ساهم فيها، لأن احنا اللي عملنا علم المثلثات الكري ودفت في الجغرافيا كثيرا وفي الفلك. فمرة ناس ألمان راحوا قالوا له: ما احنا عايزين نحسب مواقيت الصلاة. قال: سبحان الله، ده انتوا اللي علمتوا العالم كله علم الفلك. يعني هكذا تكون الحضارة وهكذا يكون الكسب. صحيح صحيح، بارك الله فيكم. طيب سؤالنا الثاني لحضراتكم: هل تحرص على معرفة طالعك في العام الجديد؟ ناخد كده من بعض من تعليقات حضراتكم. شهاب الدين الأزهري بيقول: لا أحرص على ذلك لثقتي الكلية في ربنا عز وجل، في مولانا عز وجل، وأنه الفاعل على الحقيقة سبحانه وتعالى. رشا إسماعيل بتقول: لا إطلاقا، وهذا الموضوع خارج اهتماماتي، وأستغرب من اللي بيهتم بهذا بصرف النظر من حكمه في الدين، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. هند الصمد، طيب هند بتقول: من قبيل التسلية لليقين، برضو فكرة التسلية وإيه والهزار. علاء بيقول: أعتقد في حرام، لكن ربما للفضول نود معرفة دون تصديق ودون حرص، يعني من باب المعرفة التي يعني مش هتخسر، يعني من باب المتعة أو الهزار. يعني خلينا نروح لاتصالات حضراتكم ولأسئلتكم على التليفون. الأستاذة سامية، اتفضلي يا فندم. أهلا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. كل سنة وطيب. وحضرتك طيب يا فندم. أنا بس عايزة أحكي يعني رؤية عن سيدنا محمد جالي في المنام. أنا عندي ثلاث ولاد، فالبنت الثالثه دي قعدت ثلاث سنين عشان اجيبها، ما كنتش حصل. فهو جالي في الحلم السلام وقال لي: انت هتجيبي بنت وهتشملي الشهر ده، يعني بعد ثلاث سنين.
المهم قال لي انا هطلب منك طلب. قلت له اطلب. قال لي قولي للناس طول ما هي قاعده تصلي عليا. هو ده بس اللي انا عاوزه اعطاه منك. اللي هو طلب مني كده، قولي للناس طول ما هي قاعده تصلي عليا. بس كل سنه وانتم طيبين ومش عاوزين. حضرتك بألف خير يا فندم، الله يحفظك. استاذ مصطفى اتفضل يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو سؤال بس خارج عن موضوع الحلقه، معلش انا اسف. لا اطلاقا تحت امرك، اي موضوع. عايز بس عايز اسال الشيخ، اقول له بس ايه الفرق بين السيئه والذنب، وليه ربنا بيكفر عنا السيئات وبيغفر لنا الذنوب، وليه ربنا بيبدل سيئاتنا الحسنات، ليه ما بيبدلش ذنوبنا الحسنات؟ شكرا جزيلا. اشكرك يا فندم. استاذ محمد اتفضل يا فندم. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. والله كنت عاوز اسال ما هو حكم الدين في تعاطي المنشطات والهرمونات للعب كمال الاجسام. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، اشكرك يا فندم. مولانا بالنسبه للاستاذه ساميه اللي شافت رؤيه فيها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيبشرها بالبنت الثالثه بعد غياب شويه وبيقول لها قولي للناس تصلي عليا طول ما هي قاعده على طول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبشرى يعني هي الرؤية بتبقى للبشرة، كل الرؤى للبشرة، لا يؤخذ منها أحكام إنما يؤخذ منها أنها بشرة. انقطعت النبوة وبقيت المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. فالحمد لله ربنا طمن قلبها وجات البنت فعلا وكذا إلى آخره، بشرة، وربنا ينبتها نباتا صالحا إن شاء الله. بالنسبة للأخ مصطفى بيسأل عن الفرق بين السيئة والذنب. السيئة دي أوسع من الذنب، لأن السيئة قد تكون في قبالة الغير. يعني أنت دلوقتي لما يعني فعلت فعلا سيئا من غير قصد هتسمى سيئة برضو، واخد بالك إزاي؟ وأضررت به الغير من العباد. أما الذنب فده متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك هو بيغفر، يغفر من الغفران، بمعنى إن هو بيسامح، ما بيرتبش عليه الأثر الذي وعد به، يرجع سبحانه وتعالى من لطفه وجماله في وعيده. كان متوعد للذنب ده إن هو هيعاقبني وبعدين بيغفر. فالذنب يكون في حق الله، أما السيئة فتكون أوسع من الذنب لأنها في حق الله وفي حق العبيد أيضا. طيب، فبيجي بقى في السيئة دي، ما هي وقعت فعلا بتاعت ربنا بيغفرها، لكن هنا بقى بيكفر عنها. بيكفر يعني إيه التكفير؟ يعني في مقابل ليها. يعني مثلا أنا عملت سيئة في واحد، ربنا سبحانه وتعالى يديله بقى من عنده من واسع فضله وكرمه قصاد هذه السيئة ويقول له سامحه، يقول له حاضر يا رب أنا سامحه، ما أدام عطتني العطية دي أو الثواب ده أو الأجر ده فأنا مسامحه. فالسيئة فيها نوع من أنه يعني بتستعمل أنه يكفر عنا سيئاتنا، يعني هيدفع المقابل سبحانه وتعالى بتاع حقوق العباد. صحيح. أما الذنب بتاعه هو بقى هو يغفره سبحانه وتعالى. نعم. المنشطات بتاعت كمال ده دي فيها مصيبتين. المصيبة الأولانية أنها ضارة بالجسم، وده النبي عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار. المصيبة الثانية اللي أعمق من ضرر الجسم أنا مخلة بالوعد. بالوعد؟ آه، ما أنا دلوقتي وأنا داخل المباراة بتاع كمال الأجسام ولا بتاعة أي حاجة ولا في السباحة، أنا في تعهد عليا ووعد بقول فيه أنا مش واخد منشطات، وده جسمي الطبيعي اللي هدخل فيه في منافسة، يا إما أغلب يا إما أتغلب. فكذبت، بس كذبت بطريقة عملية، خدت المنشطات وسكت خبيت، فبقى جسمي النبي عليه السلام بيقول من غشنا فليس مني. يقول لك طيب ما هو لما تكون ايه العيال بقى السلفيه اللي نابتها، يقول لك ده ما بين المسلمين بس، لكن ممكن يخدعوا الكفار كده، يعني بيشوهوا بصوره الاسلام تماما. لا،
الغدر حرام مع المسلم وغير المسلم وفي كل الأزمان الغدر حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. شوف الحديث بيقول ايه، المتلبس المتشبع بغير ما أعطي، يعني ربنا ما عطاكش الهمة دي في السباحة ولا في كمال الأجسام ولا في كذا إلى آخره، لما خدت البلابيع دي ظهرت بأكتر منك كده، يبقى أنت كأنك زورت. كلابس ثوب يزور، ثوب يزور ده كان إيه؟ اللي هو احنا بنسميه في الإنجليزي التوينز. التوينز هي قطعة واحدة لكن في ايه لونين، فانت لما تبص من بره قمت تفتكر ان انا لابس دي قطعه ودي قطعه دي قطعه ودي قطعه، لكن هم في الحقيقه ده كم واحد وكده، ده لابس ثوب الزور. ده معناته ايه ثوب الزور؟ من بره خدعت، خدعت الايه الناظر وقال ده لابس ثوبين تحت بعض، وهو في الحقيقه ما فيش ثوبين ولا حاجه، لابس ثوب يزور. يعني انت بتخادع الناس كده، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن هذا. هذا الكلام يقال في كل الغش، في كل الغش، الغش في الامتحانات، الغش في المسابقات، الغش في الادويه، لانه لما تناول كده هو غش الناس وخالفهم. نعم. وظهر بما لم يعطى. نعم. نعم صحيح. طب انما لو هو مش هيدخل مسابقه ولا حاجه، هو عامل ده عشان عامل شكل فورمال نفسه يعني، ده ضرر شخصي يعني، مش لا 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 يعني. لا ما ينفعش ياخد، هو ما بياخدش علشان يعمل ايه، ما علشان يبص في المرايه يعني، لا يعني هو بياخد كويس. لا ده هو بياخد منشطات علشان يستمر في، إذا كان مثلا 10 دقايق هم يقدر يعمل لمدة تلت ساعة، إذا كان وهكذا. لكن هذا الكلام ومنشطات يعمل بها إيه الروح؟ يعني هرمونات، يعني فكرة الهرمونات اللي بتتاخد عشان هو نفسه العضلة تكبر يعني. يعني طيب المنشطات غير الهرمونات. هو سؤاله الحقيقة كان برضو الحقيقة كان بيتكلم عن الهرمونات، تعاطي الهرمونات للعب كمال الأجسام. في هرمونات بتتاخد سواء حقن أو بتتاخد إقراص أو ما إلى ذلك، بتنفخ شوية العضلة معاه عشان شكله يبقى عامل فورمة حلوة يشتغل بيها. ده يعني لازم تحت إشراف الطبيب. لأن الهرمونات ما هياش كلها ضارة، والهرمونات ما هياش كلها نافعة، والحاجات دي لازم تحت إشراف الطبيب، وإلا يحصل له انهيار. مظبوط، يبقى مسؤول قدام ربنا عن صحته يعني. فده لا، هو لا ضرر ولا ضرار. ما ينفعش الإنسان إنه هو يضر نفسه. هل يجوز للإنسان إنه يقطع صباعه مثلا يعني؟ هو صباعه، ما هو الصباع غيره، لا يجوز. مظبوط، لا يجوز ان يوقع الضرر بنفسي ولا بغيري. فاذا كان يقصد الهرمونات فقط مش المنشطات، لان انا كاني سمعت المنشطات والهرمونات هو. فلكن على كل حال المنشطات اللي هيفوز بيها او هيظهر بغير ده غش، اما الهرمونات فده ضرر، والضرر ده برجعه الى الطبيب. ما ياخدش ابدا هرمونات الا بقدر ما يصف له الطبيب، لانه بيبقى ليه جدول. اكيد اكيد، بارك الله فيكم. طب قبل ما اروح لاسئله الساده المشاهدين على الاس ام اس، بس سؤال بقى في موضوع برضو الحلقه، يعني فكره احنا عرفنا خلاص ان احنا ما نامنش وما نطلعش على الابراج والحظ والكلام ده، لكن حكم اللي بيشتغل فيها ايه يا مولانا؟ ده هو يعني يعني بيدعي الورع والايمان والصلاح يعني، حرام عليه، ما هو دجال. دجال ما هو ما ينفعش ان انا اقول ان انا عايز اشتغل شغل حرام علشان اصل انا بسترزق منها. ما ينفعش، ما ينفعش واحد يبقى بتاع مخدرات ولا بتاع ده بيخدر عقول الأمة. نعم صحيح. وعلى فكرة فينا برضو في التقرير يمكن سمعنا أنه صار الآن علما، لا ما هو ده بيلخبط ما بين الفلك وما بين التنجيم. التنجيم لم يصر علما، ولذلك حطوه مع المسبع بتاع الباراسيكولوجي، لأنه لما جات الساينس، مفهوم الساينس بالمفهوم الإنجليزي، أخرجوا كل ما لم يكن تحت الملاحظة، فالتجميع المعلومات يعني، فالمشاهدة، فالاستنتاج، تجربة والملاحظة والاستنتاج اللي يخرج عنها ما يبقى الساينس. فلما طلعت العلوم الإنسانية والاجتماعية سموها علوم، لما دخلوا فيها الامبيريكال ميثودز اللي هي المناهج التجريبية،
من غير المناهج التجريبية ما يبقى الساينس. فكل العلوم دي خرجت من الساينس 1760، كل هذه العلوم خرجت من كونها علم تجريبي. صحيح. بعد كده بقى لما لقوا انه في ملاحظات ينبغي ان تسجل، راحوا عاملين اللي احنا بنعرفه دلوقتي حتى في العربي ترجموها الى باراسايكولوجي. الباراسايكولوجي دي يعني مجموعة من العلوم، منها بقى ايه التنجيم ده، ومنها الكف، ومنها البتاع برضو اللي اختنا اللي قالت في التقرير الفنجان، ومنها الحاجات دي كلها. بارك الله فيكم. رقم اخر 10 بيسأل فضلتك، متى تبدأ عدة المختلعة وكم مدة العدة؟ المختلعة لو كانت عند القاضي من وقت الحكم، والعدة 3 حيضات. نعم نعم. طيب رقم اخر 66، الزكاة الشهرية في هيئة مرتبات هل هي مباحة؟ مباحة بدون شك. نعم. صديقتي توفي عنها زوجها وهي صاحبة شركة، لماذا يجب ألا تخرج خلال فترة العدة؟ لا، هي لا تبي، هي تبيت في ما تسافرش تعبدا، يبقى 4 شهور وعشر ايام، لكن تروح الشركة وترجع وكل حاجة، بس تبات في بيتها. تبات في بيتها. نعم. طب لو شركتها دي مثلا في محافظة تانية واضطرت للبيت مثلا، ما ينفعش. لازم من التوكيل. نعم. إلا حين الاضطرار بقى اللي هو إذا لم يتناوله الإنسان هلك أو قرب على الهلاك. نعم. ودي عايزة فتوى خاصة. نعم نعم. بارك الله فيكم. في برضو من الأسئلة لحضراتكم، لماذا تترك الخمر بدون تجريم وتباع علنية مع أن شربها من الكبائر؟ ده رقم آخره 69. النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا نماذج 4. ترك لنا نموذج مكة، نموذج المدينة أولا، المدينة أخيرا، وترك لنا قبل ذلك نموذج الحبشة. والمسلم في معيشته بيكون في أحد هذه النماذج. فأنا عندما أكون في مصر مثلا، مصر هي زي المدينة أولا، اللي هي مبناها إيه؟ أنها دولة إسلامية مبنية على المواطنة، مش مبنية على الاستقلال. في فرق كبير جدا بين أن نستقل ببلد زي المدينة ومكة كده ما فيهاش إلا المسلمين، وبين أنه هو لا، ده معانا مواطن مصري وما هوش مسلم. حينئذ يجوز لهذه الحكومة إن هي تسمح بالسلعة دي في حدودها، ما دام هم عندهم جايز. اليهود بيشربوا والمسيحيين بيجيزوا. قال ايه؟ قليل منه يصلح المعدة. ماشي، انا عندي كله حرام والخمر اصلا نجسة. معلش، يبقى اذا في خلاف هنا هو، يبقى اذا لازم اراعي هذا الاجتماع. طب وهل رعاه النبي؟ نعم، رعاه في المدينة اولا. فأنا لما أجي أبقى عايش في السعودية مثلا التي ليس فيها ولا واحد مسيحي في الحجاز مثلا كده، وأنا عايز الخمرة ليه؟ وممنوع واحد حتى المسلم ما يجيش ويجاهر ويقول أنا عايز أشرب الخمرة أنا حر. لا، أنت مش حر، أنت تبع جماعة المسلمين اللي حواليك. لكن وإحنا في مصر، مصر فيها مواطنة مش فيها استقلال. نموذج الاستقلال عاشه رسول الله، ونموذج المواطنة عاشه رسول الله، ونموذج بقاء المسلم في وسط المشركين أعداء الإسلام عاشه رسول الله، ونموذج بقاء المسلمين في إنجلترا وأمريكا وكذا إلى آخره، وهم بيطبعوا لنا دلوقتي المصاحف وفي نفس الوقت مش مسلمين ومش عايزين إسلام. خلاص الحبش. صحيح. صحيح. فإن فيها ملكا لا يظلم عنده شيء. نعم. الحكاية واضحة. والنبي عليه السلام لم يترك لنا نموذجا واحدا، بل ترك لنا نماذج مختلفة. نعم. فحكاية بقى إن أنا عايز أعيش في هذا الجو، يا رب يا ريت. هو لما تيجي اتفقنا كده، عملنا استفتاء وطلع إنه بلاش خمر، يا رب. وده اللي حاولت الحكومات إنها تعمله، فأعطت لكل محافظ أحقية دخول الخمر محافظته ولا لا. ليه بيعملوا كده؟ عشان المواطنة، علشان ما تقدير للظروف بتاعت كل حالة. لا لا، عشان المواطنة بمعنى ايه؟ ان المسيحي ده صاحب وطن. مظبوط. المسيحي ده هو، انا بفرض عليه ديني ليه؟ واخد بالك؟ طب وهو قال انا ما بحبوش وانا مش عايزه،
يبقى خلاص خلاص يا ربي لك الحمد. فاذا القضية هنا هي قضية النموذج، احنا منتمين الى انهي نموذج؟ منتمين الى نموذج المدينة اولا. نعم، بارك الله فيكم مولانا، اهلا وسهلا، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا موصول لحضراتكم، نراكم بكرة ان شاء الله على كل خير، الى اللقاء.